برنامج رياضة قبل الإفطار. هذا البرنامج الذي يعده أو يشرف عليه مجلس الشارقة الرياضي وتنفذه مختلف أندية إمارة الشارقة. طبعا احنا في نادي خورفكان ننفذ هذا البرنامج في كل عام في شهر رمضان المبارك، ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع أهالي المنطقة على ممارسة الرياضة في هذا الشهر المبارك، بالإضافة أن احنا نقوم في تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مناطق خورفكان، فنخصص أيام لمنطقة النهوة وكذلك منطقة شيس، بالإضافة إلى مختلف مناطق خورفكان سواء المناطق السياحية في المدينة، وذلك للترويج لهذه الأماكن عن طريق ممارسة الرياضة فيها. أما فيما يتعلق بسباق لبيك خورفكان، هذا السباق الذي ينظمه اتحاد الإمارات لألعاب القوى بالشراكة مع نادي خورفكان الرياضي الثقافي، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المختلفة، فينطلق هذا السباق في 31 مارس 2023 أي يوم الجمعة القادم بإذن الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك بعد صلاة التراويح مباشرة. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو جميع الرياضيين وأهالي مدينة خورفكان إلى المشاركة في هذا المنطلق ترويجا للأماكن السياحية في مدينة خورفكان وتشجيعا للرياضة بشكل عام في هذه المدينة.